تنبت الأحرار تسرق قوات الردع المغربية المسمات بالزعزاع تحمل لكم من أرض تونس أرض أبو القاسم الشابي عن الغنائم التي تحصلت عليها غنائم البوليس باب كيادقة جنرالات المخابرات الجزائرية الله الله الملك الحمد لله رسولنا ولقد تم إنجاز هذه اللافتة التي كانت ملتقاة هذه اللافتة التي قمنا بنشرها من نقود وأموال الشعب الجزائري الشقيق قواتنا في الجزائر الشقيقة إنها قيمة هذه اللافتة كانت ممكن أن تطعم الجياع في العنابة في القالة في جريدة وبعد ذلك توفقنا في إنجاز هذه اللافتة لليسار المتطرف في أوروبا نحفظنا بأن اليسار المتطرف نزل بقوة في تونس من أجل الدفاع عن ما يسمونه الأقطاع والصحراء الحمد لله وفقنا في ذلك إليكم بقايا معداتكم التي صرفت بالدولارات الملايين التي كانت تطعم الجوع هناك جوع في باب الواد يموتون جوعا إنها أموالكم تنزف تنزف إلى الآخرين إليكم زبانكم وهذه المناصب كلها إن مناديلكم التي تطرعونها بأموال الشعب الجزائري تذهب تذهب نصيحتي إليك يا أيها المدعو عبد العزيز المراكشي العاق الوالدين اذهب وتصل الرحم مع أبوك أنصحك والديك كفاتك دعية للمعتوه عبد العزيز بوتفريقة الخزي والعار للمخابرات الجزائرية الأوغاد زاد السؤدد وحما دمت منتدى وحما عشت في الأوطان